مرحبا بكم خوتي خياتي على قناتي في اليوتيوب. سؤال تاع اليوم للطرح بزاف تواصل شب في شبكة التواصل الاجتماعي، أيهما أفضل، السفر مع وكالة سياحية فواج أورغانيزي ولا سفر تسافر وحدك إلى دولة تركيا؟ هنا تختلف المعايير وتختلف العديد من المعطيات اللي راح تجيك شوية بيزار بالك. من جهة أخرى السفر في مع وكالة سياحية يكون مليح من جانب المادي، حيكون شوية غير مكلف باش مقارنة بتسافر وحدك، وأيضا ما حش تعيا مع وكالة سياحية، ما حش تتعب بزاف سفر مع وكالة سياحية لعدة لأنه كلش واجد، حيتسنى فيك حافلة في المطار يدوك الفندق مباشرة. يعني كاين امتيازات السفر مع وكالة سياحية، انه الساعة تاع المصاريف تاع الأسبوع يكون فندق مليح، ويكون أسبوع مقارنة بأسبوع يكون مليح. ولكن كي تسافر وحدك ولا تسافر مع صديق تاعك ولا تسافروا في زوج إلى تركيا، حيكون مليح لمعطيات واعتبارات أخرى. من بين هذه الأمور تكتشف تركيا بطريقتك الخاصة، المصاريف حيتكونوا بطريقتك الخاصة، يعني الفندق اللي تروح ليه اللي يعجبك تروح ليه اللي يعجبك، اللي ما يعجبكش تختار أنت الفندق. تكتشف تركيا من جوانب عدة، خاصة في مجال النقل، الترامواي، المترو، والمرماري تاعهم، والحافلة، يعني باش تتعلم تركب الحافلة لازم تروح مع وحدك، تروح وحدك أفضل باش تعرف الطرقان، يعني بين تروح بالأقصاراي، تروح الإمينينون، وتروح البيشكتاش، وتركب في العبارات البحرية، السفن البحرية، أفضل تروح وحدك. يعني باش تكتشف تركيا ومليح وتروح وتولي تعرف طرق وتعرف الوجبات الأكل، لأنه حتى الأكل من مكان إلى مكان يختلف، من مطعم إلى مطعم يختلف. لذلك تسافر وحدك تكتشف تركيا، يعني مرة إذا رحت لتركيا وحدك ديكوفري كل شيء عليها، يجيك معلول، يجيك صعيبة باش تلقى الفندق الملائم، بالك باش تلقى فندق، بالرغم أنه اليوم كان الانترنت في المابس تقدر تكتشف يعني كل حاجة. لهذا السفر وحدك ديكوفري الطرق بطريقتك الخاصة، تعرف الأماكن كل أماكن تتعرف عليها بنفسك، المرة الجاية ولا كتحب تعاود تولي الطرق تجيك سهلة مقارنة كي تروح مع وكالة سياحية. بالإضافة أنه أيضا اللي راح يروح للطرق حيسافر الأول مرة حتجي صعيبة، ولكن كي يكون عندها مشروع آخر يسافر لدولة أوروبية في مرة أخرى ولا دولة أجنبية أخرى حتجيه سهلة، لأنه يعني يتعامل يولي يعرف كيفاش يتعامل مع هذا التقدم تاعهم، اللي تستعمل البطاقة الذكية في الركوب وكذا في المترو، وتولي تستعمل الجوجل تراديكسيون باش يجيك كل حاجة تجيك سهلة. لهذا قلت لك كاين معطيات انك تسافر مع فاياج اورغانيزي مع وكالة سياحية حتجيك سهلة في كل المجالات يعني، ولكن كي تسافر وحدك ديكوفري افضل، يعني تكتشف الطرق اللي حبيتهم انت، تكتشف الاماكن اللي حبيتهم انت، تحب اليوم ترقد تحب غدوه تسافر، تحب تنوض بكري. فيه امتيازات انك صح تجيك مع الاول صعيبه، خاصه من جهه الفنادق والوجبات، ولكن ديكوفري تولي تعرف الا كنت تحتريح تمام اكيد انك لازم تروح وحدك، ولا باش تروح تحوس مع عندك تعجبك وتعاود تولي تحب تروح تعاود تسافر الى تركيا، تجيك اسهل من الوكالة السياحية. ربما مليحه لكبار السن شويه، اللي يكون عائلي باش ما يعيش بزاف باش ما يحوش على الفنادق. من هذا الباب بالك الوكالة السياحيه للنساء ايضا اللي يخافوا ولا قدام، مليحه وكالة سياحية، ولكن واحد يكتشف ويعرف، كما انا واصدقاء تاعنا، الصديق تاعي اللي درنا تجربه ورحنا وحدنا وما نعرف والو، ولكن قدرنا نقعدوا شهر وحفظنا الترك بطريقه عجيبه جدا. ماشي الترك كومبلي، اسطنبول وما جا وراها فقط، يعني ماشي اسطنبول بصفه عامه، لانه اسطنبول كبيره بزاف، كل ما تروح بلاصه تلقى بلي مازال ما ديكوفريت والو، مازال ما شفت والو، مازال تشوف والو، لانه خاصه الا رحت جزيره الاميرات اثناء السفر تاعك لجزيره الاميرات تشوف انه تركيا اكبر بكثير، خاصه اسطنبول اكبر بكثير مما تتوقع، تشوف كل مدينة بماذا تمتاز. لهذا كل واحد كيفاش يحب وكل واحد كيفاش يفضل، باش تعلم وتعرف وتعرف على الترك فعليا يعني، وديكوفري الترك فعليا. انا في وجهة نظري الخاصة تاعي ننصحك تسافر مع تسافر وحدك.
جمعوا كراسي هيا والوحدة رايو.